تنتشر تنظيمات في الأراضي الليبية ما بين ميليشيات مسلحة ومرتزقة وما بين أيضا تنظيمات إرهابية بمختلف الانتماءات، لعل أبرزها تنظيم داعش وتنظيم القاعدة الإرهابيين. في هذا السياق نشرت قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي مقاطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك لعملية جنود في عملية في جنوب غربي البلاد استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي وأسفرت عن اعتقال 7 عناصر إرهابيين من جنسيات مختلفة ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة. كما نشاهد بالإضافة للفيديوهات التي نشرتها الصفحة ولاقت مئات المشاركات، ذكرت صفحة شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على فيسبوك أن المناورات التي بدأت منذ الأسبوع الماضي شملت ضربات جوية وعمليات إنزال لفرق المشاة، كما شاركت فرق من سرايا الهاون والدبابات. في تفاصيل العملية أيضا قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري إنه كان على رأس العناصر الإرهابية الذين تم اعتقالهم من حسن الوشي الذي عاد من مالي الأسبوع الماضي بعد نقله أسلحة وذخائر وأموال إلى جناح التنظيم هناك. الآن سنذهب إلى ضيفنا للحديث عن هذا الموضوع، معنا من بنغازي الكاتب والباحث السياسي الدكتور أحمد العبود. أهلا وسهلا بك إلى برنامج منصات. أستاذي أهلا بك، كنت أبحث عنك بين الكاميرات. على كل بداية، هذه العملية عملية غريبة صراحة، لأنه كان في هناك حديث منذ السابق بأن بعض الميليشيات في طرابلس بدعم حتى من تركيا تحاول التسلل إلى جنوب ليبيا، وأنه داعش كان له أيضا عمليات في جنوب ليبيا ضد الجيش الليبي، لكن يبدو أنه هذه العملية جاءت بعد يعني تدقيق استخباراتي قوي للجيش الليبي، هل توافقني على ذلك؟ صحيح، يعني الجيش الليبي استطاع خلال الفترة الماضية أن يقدم نموذج نسميه النموذج الليبي في الحرب على الإرهاب. كل النماذج التي نعرفها في المنطقة سواء في العراق، في أفغانستان، في سوريا، في اليمن، في تعتمد على التحالفات الدولية وتعتمد أيضا على وجود قوة عسكرية قوية لدول مؤثرة في المنطقة. الجيش الليبي استطاع دون مساعدة أحد وأيضا في ظل حظر على تسليحه أن يقدم هذا النموذج، وكان هذا النموذج ذو كفاءة عالية في القضاء على تنظيم القاعدة في درنة، في القضاء على تنظيم القاعدة وتنظيم داعش وأنصار الشريعة في بنغازي، في القضاء على تنظيم القاعدة في الموانئ والحقول النفطية، في القضاء على التنظيمات الإرهابية الناشطة في الجنوب. تعلم جيدا بأن منطقة الجنوب ظلت مهملة ل8 سنوات من 2011 وحتى 2018، حتى قام الجيش بعملياته العسكرية واستطاع أن يؤمن مناطق الجنوب وأن يطرد فصائل المعارضة الشادية والموجودة في الجنوب، وأيضا يذهب بعيدا في مكافحة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. وتعلم جيدا حجم الارتباطات ما بين التنظيمات. هذا ما أريد أن أسألك عنه أستاذ أحمد، يعني هذه المالي والنيجر، يعني هل هو مجرد تواجد للقاعدة على الحدود يعني بالقرب من مالي والنيجر، أم أنه في تداخل ولها علاقة ربما مع بعض الجماعات في طرابلس وغيرها؟ لأنه شهدنا اهتمام غريب ومفاجئ من تركيا بالنيجر ومالي في الأشهر الأخيرة الماضية. ليس تركيا فقط من تنشط في مالي وفي النيجر، هناك أيضا المخابرات الإيرانية، ومن قبل أيضا كانت هناك عصابات التي تحاول السيطرة على اليورانيوم. تركيا اليوم أصبحت هي عراب هذه التنظيمات الإرهابية، هي من تقدم لهم الدعم العسكري والمعلوماتي، وهي التي تسهل عملية الانتقال عناصر التنظيم، يعني لا يخفى على الجميع، والمخابرات العالمية ترصد حركة وانتقال هذه الشخصيات سواء القادمة من سوريا أو من أفغانستان عبر الأراضي التركية في جرافات أو في طائرات، وأيضا الجماعات التي بدأت تنشط في مالي. شاهدنا بأن حتى الانقلاب الذي حصل الفترة الماضية
كيف لعبت حركة أزواد وهي فصيل وجناح من أجنحة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في 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 المساهمة فيه. إذن المنطقة منطقة المثلث الحدودي التي أتحدث عنها اليوم وتتحدث عنها حضرتك هي منطقة خطرة بما فيه بما تحمل كلمة من معنى. هناك تنظيم القاعدة ينشط، هناك تنظيم داعش ينشط، هناك جماعات إسلامية راديكالية تنشط في هذه المنطقة، هي جماعات محلية رفعت شعارات المعارضة في فترة سابقة واليوم أصبحت تنتمي للتنظيمات وبشكل غير علني منها تنظيم اسمح لي هنا جند الله وإلى آخره. دكتور في السابق أيام نظام عمر البشير كان في شكوى من أنه يرسل أسلحة ومهربة عبر لتنظيمات محسوبة على الإسلام تسمي نفسها إسلاموية في ليبيا عن طريق الحدود وربما هناك. هل هناك شك بأنه مع تضييق الضغط الأوروبي على تركيا لتهريبها السلاح عبر البحر المتوسط هل يمكنها أن تستخدم هذه الجماعات لتهريب السلاح هذه المرة من النيجر ومن مالي طالما أنها يعني طالبت بقاعدة عسكرية في النيجر الآن ولها علاقات قوية مع بعض الجماعات في مالي؟ هل هذا يمكن أن يعتبر خط تهريب أسلحة جديد؟ لا، هي تركيا تريد أن تعزز وجودها. أنا وأنا أتحدث معك اليوم في هذه اللحظة قبل ساعة من الآن نزلت أكثر من 3 طائرات محملة بالأسلحة والذخائر، وشاهدنا الفترة الماضية بعد تضييق عملية إيرني وعملية التفتيش كيف أن البحرية الألمانية اكتشفت بأن هناك شحنة أسلحة ومحملة بالأسلحة والذخائر أتت إلى ليبيا واستخدمت الممر المائي، يعني بمعنى أنها أتت عبر البحر. تركيا تنشط صراحة في نقل الأسلحة، في نقل العتاد الحربي، تنشط أيضا في خلق العلاقة ما بين التنظيمات الإسلاموية الراديكالية الموجودة في شمال غرب ليبيا وما بين هذه التنظيمات التي اليوم خبرت الأرض الليبية واستفادت من غياب الدولة وعدم وجود مشروع جامع للحرب على الإرهاب. الحقيقة التي يدركها الجميع بأن الطرف الوحيد الذي يحارب الإرهاب ويحارب الهجرة غير الشرعية ويحارب الجريمة المنظمة في الجنوب هو الجيش الليبي، يعني يعني بالأدلة الدامغة وبتجارب ناجحة وواعدة. أعتقد بأنها تحتاج إلى الدعم، والمقصود هنا الدعم الأوروبي، لأن الأوروبيين يخبرون جيدا بأن نجاح الجيش في تنفيذ خططه في محاربة الإرهاب وفي مكافحة الهجرة غير الشرعية قادت إلى انخفاض عدد كبير من المهجرين الذين كانوا يتبعون طرق وممرات صحراوية قريبة من هذا المعبر. يعني بمعنى أقول بكل وضوح بأن الدور التركي وأيضا الدور المخفي الإيراني الذي لا يتحدث عنه أحد يلعب دور كبير صراحة في تشكيل التحالفات، بنية التحالفات ما بين هذه التنظيمات الإرهابية، لهذا نجد حالة التعايش ما بين تنظيم القاعدة وتنظيم داعش في هذه المنطقة، وهذه مثبتة بالأدلة وبالكثير من يعني الذين يعني تم اعتقالهم واعترافاتهم. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من بنغازي الكاتب والباحث السياسي دكتور أحمد العبود.